السلام عليكم، معكم محمد عبد الفتاح، وتاني درس من دروس تعلم الباوربوينت. في الدرس ده هنتعلم ازاي نقدر نعمل برزنتيشن، يعني هنتعلم ازاي بالمعنى الاصح نحط داتا على ملف الباوربوينت ونحاول بقدر الامكان نكون برزنتيشن، وهنستخدم بعض الادوات اللي موجودة في برنامج الباوربوينت، وهنشوف بعض التنسيقات اللي نقدر نعملها على الداتا اللي احنا هنحطها في ملف الباوربوينت عشان نقدر نعمل في الاخر او نكون برزنتيشن. انا دلوقتي دي برزنتيشن انا جهزتها عشان او بتتكلم عن قصة حياة ستيف جوبز، فهي مكونة من 9 سلايدز. بدأ اول حاجة المفروض بالعنوان بتاع البرزنتيشن وصورة كده، وبعد كده السلايدز اللي بعد كده كلها أجزاء أو قطع محطوطة عن قصة حياة ستيف جوبز، نشأة والتعليم بتاعه وإنشاء شركة أبل والكلام ده كله. وفي نهاية البرزنتيشن المفروض إننا حاطين سانكس أو الصورة دي اللي هي بتاعت سانكس. فإحنا نتعلم إزاي نقدر نحط داتا سواء كتابة تكست او صورة او شيبس ممكن تتحط على ملف الباوربوينت ده. تعالوا معايا دلوقتي بقى نبتدي نشوف ازاي نقدر نعمل برزنتيشن زي دي. هنروح الاول على قائمة فايل، وبعد كده هنضغط على نيو من هنا عشان نفتح ملف باوربوينت جديد او نفتح برزنتيشن جديدة. هنختار هنا بلانك برزنتيشن. زي ما شرحنا في الدرس اللي فات ان انت ما بتيجي تفتح البرزنتيشن او اي ملف باوربوينت بيتفتح لك بالسلايد او السلايد بتاعتك بتكون بالشكل ده. هنا عشان تبتدي تحط التايتل بتاع السلايد دي او التايتل بتاع البرزنتيشن دي، وهنا تبتدي تحط عنوان مصغر عن البرزنتيشن اللي انت بتعملها. انا بالنسبة لي انا بفضل ان انا اروح واختار بلانك من هنا عشان ابتدي احط التايتل في اي مكان انا عايزه، او اي تكست انا عايز احطها في البرزنتيشن احطها برضه في اي مكان. فهنيجي هندلت دي وهنيجي هنا عشان نبتدي نعمل البرزنتيشن بتاعتنا. احنا مفروض هنسميها ستيف جوبز، فعشان تبتدي تكتب تكست فانت محتاج تروح على insert ومنها تختار تكست بوكس بالشكل ده، وهنكتب هنا ستيف جوبز. طبعا انت لو عايز تكتب بالعربي او بالانجليش فانت بتضغط على Alt Shift عشان تحول الكتابة من عربي لانجليش او من انجليش لعربي. تمام، هنيجي بعد كده نعمل Control A عشان يعلم لي على التكست اللي انا كتبته في داخل الصندوق ده، وهاجي احط التكست ده في نص الصندوق. تمام، او بمعنى اصح لما انا حطيته في نص الصندوق فتحط لي هنا في نص السلايد من فوق. تمام، حابب تحطه يمين او شمال يعني زي ما انت عايز، يعني لو عايز تسيبه في اليمين هنا هتضغط هنا، لو عايز تحطه في الشمال هتخلي الكتابة جاية من الشمال بالشكل ده، حابب تخلي الكتابة في النص فهتضغط هنا. محتاج اني اكبر الكتابة شوية، او كمان ممكن نخلي الكتابة بولد بالشكل ده، ممكن عشان ده التايتل فممكن نخليها مثلا على مقاس 48 او السايز بتاع 48 بالشكل ده. تمام، هنيجي هنا بقى محتاجين نحط صورة زي اللي احنا كنا شايفينها في البرزنتيشن دي بالشكل ده. ففي اكتر من طريقة احنا ممكن نستخدمها عشان نحط صورة. في ممكن تروح على insert وتختار هنا picture وتبتدي تشوف الصور اللي انت عايز تحطها، فمثلا هنحط الصورة دي. تمام، وتبتدي تمسك الحدود اللي موجودة حوالين الصورة دي، تضغط بالشكل ده وتصغر كده وتبتدي تسحب الصورة زي ما انت عايز. طيب دي طريقة حطينا بيها الصورة. ممكن نعلم على الصورة ونشيلها بديليت من الكيبورد. ممكن نروح برضو لو حابين ننزل الصورة هنروح على الفولدر اللي فيه الصور ونبتدي نسحب الصورة، نضغط عليها ونسحب بالشكل ده ونروح هنا ونسيب زرار الماوس اللي هو الشمال على السلايد دي بالشكل ده، وتبتدي تصغر برضو حجم الصورة
حابب تحط الصورة كأنها في برواز، فممكن عن طريق الاختيارات اللي انتوا شايفينها معايا دي، تمام زي ما انتوا شايفين معايا في زي برواز بيتعمل حوالين الصورة، حابب تسيبها زي ما هي كده هتختار أول اختيار. طيب ممكن نعلم كمان على الكتابة ونبتدي نختار مثلا لون معين، ممكن نختار اللون ده مثلا عن طريق الأداة اللي هي فونت كولر دي، تضغط عليها وتختار اللي انت عايزه من هنا، أو تتعلم على الكتابة وتروح هنا وتختار الكولر اللي انت عايزه. كمان ممكن نمط الكتابة احنا نبتدي نغيره، يعني لما بتخش هنا تبتدي تقف على نوع الكتابة فهتلاقي شكل الكتابة بتتغير معاك، تبتدي تشوف المناسب ليك وتبتدي تختاره. تمام. طيب هنيجي دلوقتي عايزين نفتح سلايد جديدة، في عندك كذا طريقة برضو تقدر تستخدمها عشان تعمل سلايد، فانت ممكن رايت كليك هنا وتبتدي تقول له نيو سلايد بالشكل ده، حابب تشيل السلايد دي زي ما انت واقف عليها كده تروح ضاغط على ديليت من الكيبورد، او ممكن تعمل دوبليكيت سلايد بالشكل ده وهيعمل لك نفس السلايد الاولانية بالظبط. طيب دي فايدتها ايه ان انا اعمل دوبليكيت سلايد؟ انا لو حابب ان الخيارات او الاوبشنز اللي انا كنت مطبقها في السلايد الاولانية تطبق لي في السلايد التانية، فانت ممكن تعمل دوبليكيت بالشكل ده. معنى انك تعمل دوبليكيت يعني انت بتقول له الاوبشن او نمط الكتابة اللي مكتوب هنا انا عايزه يبقى موجود بنفس النمط هنا، الالوان بتاعت الكتابة المكتوبة في السلايد الاولانية والسايز انا عايزهم برضو يكونوا موجودين عندي بنفس الطريقة هنا، مكان وضع الصورة بتاعتك زي ما انت محطتها هنا، فانت كده بتقول له انا كمان اي صورة عايز احطها فانا عايزها تنزل لي هنا. طيب لو انا حابب اضيف صورة هنا وعايزها تنزل في نفس المكان ده هضيفها ازاي، او ازاي هقدر اغير الصورة دي بصورة تانية بس تكون محطوطة في نفس البوزيشن بتاع الصورة دي؟ الموضوع بسيط جدا، يا اما رايت كليك وتختار تشينج بيكتشر وتروح رايح فروم فايل وتبتدي تختار صورة تانية انت عايزها، فلنفترض الصورة دي زي ما انتم ملاحظين معايا هو حط لي الصورة الجديدة في نفس مكان او في نفس البوزيشن بتاع الصورة القديمة اللي كان موجود فيها. كمان انت لو حابب تكتب اي عنوان تاني هنا فانت هتضغط بالشكل ده وتبتدي تكتب مثلا هنقول نشأة ستيف جوبز، زي ما انتم ملاحظين معايا ان هو كتب لي بنفس اللون بنفس السايز بتاع الكتابة بنفس كل الفورمات اللي انا كنت مظبطه في السلايد الاولاني، فدي طريقة انتم ممكن تستخدموها. كمان لو انت حابب تغير برضو الصورة بتاعتك في طريقة تانية غير ان انت رايت كليك وتختار تشينج بيكتشر بعد كده فروم فايل، ممكن تضغط على الصورة كده وتروح على فورمات ومنها تختار change picture from a file وتبتدي تختار الصورة اللي انت عايزها. تمام، بس احنا كده كده مش عايزين السلايد التانية دي تبقى زيها او تكون واخدة نفس التنسيق بتاع السلايد الاولانية بالنسبة للبوزيشن بتاع الصورة وبالنسبة للتايتل بتاع السلايد، فهنضغط على delete من الكيبورد وهنشيلها وهنبتدي رايت كليك ونعمل نيو سلايد، او نروح هنا ونعمل نيو سلايد. طبعا انت عندك هنا السلايد يعني هو في كذا تمبلت هو حاططها لك لشكل السلايد بتاعتك من حيث التايتل اللي انت عايز يكون مكتوب فين، التكست اللي انت هتضيفه تحت التايتل هيكون فين بالظبط، الصورة لو عايز تضيفها هتكون فين بالظبط، فاحنا فلنفترض مثلا ممكن نختار حاجة زي دي. انت هنا ممكن تكتب التايتل اللي انت عايزه، تمام فلنفترض مثلا انا هكتب هنا نشأة ستيف جوبز بالشكل ده وكنترول ايه عشان اعلم على التكست اللي مكتوب في البوكس ده واجيب الكتابة هنا في النص. طيب حابين نضيف مثلا صورة، فانت عندك هنا كذا اختيار في البوكس اللي من تحت ده، في عندك يا اما بتضيف تيبل يا اما تشارت اللي هو رسم بياني، يا اما لو في عندك
شيبس عايز تضيفها او سمارت ارت، يا اما لو حابب تضيف بيكتشر، يا اما لو حابب تضيف بيكتشر اونلاين يعني من عن طريق اي ويب سايت، يا اما لو حابب تضيف فيديو. فانا هنا عايز اضيف صورة، فممكن اضغط هنا وابتدي اختار الصورة اللي انا عايزها فهيضيفها لي، وابتدي اكبر الصورة شوية. دي طريقة، بس انا زي ما قلت لكم انا بحب لما اجي اعمل سلايد احب اختار البلانك وابتدي اظبط انا السيتنج بتاعتها زي ما انا عايز. تمام، هنيجي دلوقتي نروح على البرزنتيشن بتاعتنا الاصلية اللي انا كنت مجهزها، وهبتدي اكبر منها الكلام. انت يا اما بتبتدي انت تكتب في البرزنتيشن بتاعتك بايدك، يا اما لو في سورس انت بتكبر منه الكلام فتبتدي تكبره او تنسخه وتبتدي تروح عشان تحطه في البرزنتيشن بتاعتك. فلنفترض هكبر الكلام ده كنترول سي من الكيبورد بعد ما علمت هنا، واروح رايح بعد كده على السلايد دي واعمل كنترول في، واروح مثلا احطها هنا وأعلم بالشكل ده عشان أبتدي أكبر السايز بتاع الكلام شوية. ممكن نخليها مثلا 36 بالشكل ده. تمام، نيجي بعد كده نروح عشان نكبر الكلام ده بقى كنترول سي، برضه تروح رايح هنا كنترول في. عايزين نضيف صورة فولدر، ونروح مثلا عشان نضيف الصورة دي. تمام، دي طريقة مثلا احنا كبرنا الكلام وحطيناه هنا. حابب انت بقى تكتب الكلام بتاعك، فانت ممكن تعمل insert بالشكل ده وtext box زي ما شرحت في الاول، وتبتدي تكتب الكلام اللي انت عايز تكتبه عادي. هنيجي بقى عشان نعمل سلايد تانية، فاحنا زي ما قلنا ممكن نعمل duplicate slide عشان نحافظ على الفورمات بتاع السلايد اللي قبليها، بحيث يبقى السلايدز بتاعتك اي سلايد انت هتعملها تبقى واخدة نفس الفورمات، يبقى الفورمات بتاع كل سلايد انت هتعملها يكون الفورمات بتاعها واحد، ما يبقاش انت عامل سلايد مثلا الكتابة فيها او التايتل فيها باللون الازرق، والسلايد التانية التايتل فيها باللون الاسود، او واخدة مثلا في سلايد واخدة السايز بتاع الكتابة 18 والسلايد التانية واخدة السايز بتاع الكتابة 40 ولا 50. ما ينفعش، لازم يكون السايز بتاع كل السلايد بتاعتك واحدة. تمام، هنيجي دلوقتي عشان نبتدي نكبير السلايد التانية او الداتا بتاعت السلايد التانية. نيجي هنا كده بالشكل ده، نعلم على دول، نبتدي نعلم على التكست ده كنترول سي، ونيجي هنا كنترول في. ممكن لو نزق البوكس بتاع التكست ده هتلاحظوا معايا ان الكتابة كأني كده بضيق السايز او المساحة المحطوطة لي عشان اقدر اكتب فيها، فبالتالي الكتابة بتجيلي بالشكل ده، او بتبتدي السطر بتاعها بيبتدي يصغر فبيتكون عندي اكتر من سطر. تمام، عايزين نغير الصورة، رايت كليك change picture from a file، ممكن نختار مثلا الصورة دي. تمام، انا دلوقتي لو في عندي presentation بدل ما اقعد اكبر كل شوية، انا دلوقتي عايز اخد السلايدز الباقية اللي هي ابتداء من السلايد رقم 4، ابتدي اخدهم مرة واحدة على البرزنتيشن بتاعتي الجديدة، بدل ما افضل كل شوية رايح جاي اكبر التكست واحطه هنا، اكبر التايتل واحطه هنا. لا، انا عايز انقل السلايدز بالكامل
اللي هي موجودة عندي في البرزنتيشن القديمة دي انقلها احطها في البرزنتيشن الجديدة. طيب ايه اللي ممكن نعمله في الحالة دي؟ هنروح على نيو سلايد هنا وهنقول له ريو سلايدز، وهبتدي يقول لي عايز ادور على السلايد بتاعتك دي في اني برزنتيشن بالظبط، فتقول له براوز من هنا، براوز فايل. فانا طبعا عشان عارف فين مكان البرزنتيشن دي فابتدي ادور عليها هنا، ستيف جوبز. فانا اي سلايد انا محتاجة هضغط عليها هتنزل لي هنا اوتوماتيك. انا قلت ابتداء من السلايد الرابعة فاضغط عليها كده، لاحظوا معايا انها نزلت لي هنا، واضغط على الخمسة والستة والسبعة لحد نهاية البرزنتيشن، وبعد كده هعمل كلوز من هنا. طيب بكده انا دلوقتي كونت البرزنتيشن بتاعتي بطريقة سهلة جدا. انا كان عندي سورس لبرزنتيشن انا كنت عاملها او منزلها من ويب سايت او ايا إن كان انا جايبها منين، وكنت محتاج ان انا اعمل اول كام برزنتيشن اكتبهم بايدي وكتبتهم مثلا، ومحتاج اخد بقى بقية السلايدز من برزنتيشن تانية بدل ما اقعد اكابير كل شوية. دخلت على نيو سلايد من هنا واخترت ريو سلايد، وبعد كده رحت عملت براوز ودورت على البرزنتيشن اللي انا عايز اخد منها السلايدز وضغطت عليها وابتديت اختار السلايدز اللي انا عايزها من البرزنتيشن القديمة بتاعتي. تمام. طيب تعالوا معايا دلوقتي هنعمل هنا مثلا نيو سلايد، ودي هتبقى نيو سلايد تجريبية كده. عايزين نعمل انسيرت الشيبس، هنضغط هنا مثلا نختار اي شيب، هتلاقوا او هتلاحظوا معايا علامة الماوس بقت بالشكل ده. هنبتدي نرسم الشيب بتاعنا، رسمناه بالشكل ده نقدر دلوقتي ان احنا نعدل عليه، ممكن نشوف الكالر بتاعه مثلا، نختار اي كالر من هنا زي ما انتم ملاحظين معايا. اساسا اول ما عملنا الشيب او اول ما عملنا انسيرت لي فتحت لي اللي هي التابة بتاعت فورمات، ودي انا بستخدمها عشان ابتدي اعمل editing او فورمات للشيب بتاعي اللي انا عملته. تمام. هنا لو عايز اعمل شادو، تمام، كل ده جزء خاص بالفورمات. ابتدي اختار هنا الكالر، تمام. عايزين نعمل مثلا او عايزين نكتب حاجة هنا، فرايت كليك عليها، ممكن بعد كده نضغط على edit text وتبتدي تكتب اي حاجة انت عايزها داخل الشيب اللي انت رسمته ده. كنترول ايه عشان نعلم على التكست، ونبتدي نختار الكالر بتاع التكست ده ايه من هنا من عند تكست فايل. وهنا كمان بيقولك انت لو حابب تعمل الاوت لاين للتكست بتاعك ده عايز تحط لون معين ليه، يعني لو انتم ملاحظين معايا هنا حرف الاي هتلاحظوا ان هو مكتوب بس بداخل الحرف زي ما يكون اللون بتاعه متفرغ، يعني في اوت لاين كده معمول، تمام، بس بداخل الحرف مفيش الوان. فده بيدل ان هو بيقولك الحدود بتاعة الحرف ده انت عايز تعملها بلون ايه. فانا ممكن اختار هنا مثلا اللون الاسود. طب اللون بقى الداخلي للحرف ذات نفسه ممكن نختار مثلا اي لون تاني، ممكن نختار الاحمر عشان يبان، ونيجي نروح مكبرين السايز شوية زي ما انتم ملاحظين معايا بقى الحدود بتاعت الحروف باللون الاسود واللون الداخلي للحروف بقى باللون الاحمر بالشكل ده. بمجرد ما بنضغط هنا بس ضغطة على الشيب ده بتفتح لي التابة بتاعت فورمات، ابتدي اخش برضو عشان اعدل او اشوف اي حاجة انا عايز اعملها في هنا. تكست افكتس برضو لو انت حابب تعمل شغل 3D او حابب تعمل شادو، يعني يعتبر فورمات على الحروف بتاعتك، تمام، ففي اختيارات كتيرة وانت ممكن تستخدمها من هنا، تمام. في عندك هنا برضو في الشيبس، في لو انت حابب تنوه عن
حاجة مهمة مثلا في البرزنتيشن بتاعتك، فانت ممكن تستخدم الأسهم اللي موجودة هنا دي مثلا بالشكل ده كده، ولو ضغطت عليها وقفت هنا تقدر تعمل أو تستخدم الروتيشن. نبتدي نستخدم روتيشن عشان نبتدي نغير اتجاهات السهم بالشكل اللي انت شايفينه ده. حابب تشيل الشيب ده تضغط عليه ضغطة، بعد كده ديليت من الكيبورد. تمام، حابب تضيف سمارت ارت فهتضغط هنا كده ضغطة. وسمارت ارت دي مثلا احنا ممكن نستخدمها في عمل ايه؟ في مثلا موضوع انت بتتكلم عليه والموضوع ده ليه مثلا 4 نقط، فممكن تضغط هنا مثلا او تضغط على اي حاجة مناسبة ليك هنا. تمام، تضغط الضغطة دي اوكي، فهو فتح لك 4 مربعات عشان تبتدي تكتب في كل مربع النقطة اللي انت عايزها. تضغط هنا ضغطة وتبتدي تقول له مثلا 1، بعد كده مربع تاني تقول له 2، فنفترض يعني 3، بعد كده 4، وتبتدي تحط صورة. تضغط هنا الضغطة وتبتدي تحط تختار الصورة اللي انت عايزها. تمام، حابب تشيل الكلام ده نضغط برضو الضغطة هنا كده بنعلم بحيث يظهر لي البوردر ده، وبعد كده ديليت من الكيبورد. حابب تحط رسم بعيني تضغط على تشارت من هنا، فلنفترض هنا او هنختار رسم البعيني ده اوكي. هو فتح لي هنا كأني في شيت اكسل، وادي الرسم البياني اللي موجود هنا، وابتدي احط او ابتدي اكتب الحاجة اللي انا عايز اكتبها هنا. فلنفترض اسم الموظف، اسم الموظف هنا مثلا، وابتدي احط اي داتا عندي هنا. احمد مثلا، محمد، وهكذا. وابتدي احط مثلا ارقام بتاعتهم هنا 5، هنا 2، 3، وهكذا. هتلاحظوا معايا كل رقم انت بتكتبه بيبتدي يعدل لي ويغير لي في الرسم البياني اللي موجود هنا. تمام، لو طبعا مش عايز الكلام ده برضو بتضغط ضغطة هنا على البوردر اللي موجود حوالين الرسم البياني او اللي موجود حوالين الحاجة اللي انت عملت لها insert، وبعد كده delete من الكيبورد هيتشال معاك الحاجة اللي انت كنت عامل لها insert. تمام، حابين نشيل او ندلت السلايد دي زي ما قلت لكم رايت كليك وديليت، او من هنا، او بتقف عليها وبعد كده تختار ديليت من الكيبورد. حابب تتراجع عن اي امر انت كنت منفذه، فانت ممكن تضغط على اندو من هنا فيبتدي يتراجع خطوة خطوة. حابب تتقدم خطوة لقدام، يعني خطوة انت كنت رجعت بيها لورا وحابب تتقدم لقدام، فتضغط على السهم التاني ده زي ما انتم لاحظين معايا، وبيتقدم لي خطوات قدام انا كنت تراجعت عنها. تمام، وهكذا. عايزين بقى ندلت فنضغط هنا وبعد كده ديليت من الكيبورد. فلنفترض احنا طبعا عايزين نرقم السلايدز بتاعتنا، نحط ارقام داخل كل سلايد، فهتروح على هيدر اند فوتر وتختار هنا سلايد نمبر وتقول له ابلاي تو اول. تلاحظوا معايا ان هو هنا عمل لي رقم 1، وهنا عمل لي رقم 2، وهنا رقم 3، لحد اخر سلايد معاك تلاقي معمول لك هنا رقم 9. ده لو انت حابب ترقم كل سلايد. كمان احنا ممكن نحط مثلا التواريخ برضو هيدر اند فوتر، وهنقول له هنا ديت اند تايم وتقول له ابلاي تو اول. هتلاحظوا معايا ان هو هنا بدأ يحط لي التاريخ على كل سلايد. حابب تحط مثلا حاجة هنا في الفوتر، تمام، فممكن نقول له ايه مثلا، وهنقول له apply to all. هتلاحظوا معايا ان هو هنا حط لي ايه في كل سلايد، حط لي حرف الايه.
حابب تتراجع، اندو من هنا، لاحظوا معايا ان هو بيتراجع وشال لي كل حاجة انا كنت حطيتها هنا سواء في الهيدر او في الفوتر. طيب احنا دلوقتي متبقي لينا في عمل البرزنتيشن دي شوية حاجات كده بسيطة، من ضمنها اننا ازاي نقدر نستخدم التمبلت اللي احنا شفناها، التمبلت الجاهزة اللي موجودة هنا دي، ازاي نقدر نستخدمها في السلايدز بتاعتنا، وازاي نخلي البرزنتيشن بتاعنا شكلها احلى واقوى بكتير من اللي احنا عاملينه ده. احنا دوبك كل اللي عملناه هنا خدنا تكست كبيرناها وحطيناها وغيرنا بس في السايز بتاع الفونت والالوان، وعرفنا ازاي نقدر نحط صورة او شيبس او رسم بياني، يعني يعتبر شوية حاجات بسيطة. المفروض الفيديو اللي جاي احنا هنبتدي نتعلم ازاي نقدر نغير الشكل العام بتاع السلايدز بتاعتنا، ازاي نقدر نعمل تيمبلت والتيمبلت دي تخلي شكل البرزنتيشن بتاعتنا حلوة. فكل ده ان شاء الله احنا هنتعلمه في الدرس اللي جاي. متبقي لينا بس ان احنا عايزين نعرف ازاي نقدر نسيب البرزنتيشن دي عشان نقدر نستخدمها بعد كده. فتروح على فايل من هنا وتقول له سيف از ذس بي سي، تبتدي تضغط هنا براوز، وهنروح مثلا عند الجي، وهنروح هنا وهنقول له نيو فولدر وهنسميها ستيف، وهنسمي البرزنتيشن بتاعتنا برضو ستيف، ونضغط على سيف من هنا. بكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الدرس ده، واللي اتعلمنا فيه ازاي نقدر نعمل برزنتيشن او ازاي نقدر نحط الداتا بتاعتنا داخل ملف باوربوينت بحيث نقدر نكون بعد كده برزنتيشن. وان شاء الله في الدرس اللي جاي زي ما قلت لكم هنبتدي نتكلم ازاي نقدر نستخدم التمبلت الجاهزة اللي هي قدامنا دي. لو عجبكم الفيديو فانتوا ممكن تضغطوا على لايك من هنا، اما لو حابين يوصلكوا كل جديد عن القناة بتاعتنا فانتوا ممكن تضغطوا على سبسكرايب من هنا، وما تنسوش تضغطوا على علامة الجرس. اما بقى لو حابين تساعدونا في نشر الفيديوهات بتاعتنا فانتوا ممكن تضغطوا على شير من هنا، وتختار انت عايز تعمل شير للفيديو ده على فيسبوك ولا جوجل بلس ولا فين بالظبط.